الفلاحون، الفرسان، المواطنون، الرهبان، هؤلاء ألفوا طبقات القرون الوسطى الأربع. عاشوا في فترة يعتبرها كثيرون بدائية ومظلمة وقاسية، لكنها كانت أيضا فجر العصر الجديد. تعتبر الكاتدرائيات التي بناها حرفيون مجهولون رمز الكثير من المدن. كان البناؤون هم أول من ساعد في تشكيل الثقافة الأوروبية المشتركة الأولى القوطية. غالبا ما كان التجار الأثرياء والمصرفيون والنبلاء ومواطنو المدينة يمولون عملية بناء الكاتدرائيات، مشكلين طبقة اجتماعية جديدة حرة وواثقة بنفسها. تم بناء مئات الكاتدرائيات لتمجيد الله والاعتداد بالنفس وإظهار الإنجازات العظيمة التي يمكن الإنسان أن يطمح إليها. في نهاية القرون الوسطى بدأ الأوروبي يكتشف نفسه، فلم يعد النحت يقتصر على القديسين، بل أصبح السكان أيضا يخلدون ذكراهم في الحجر. كان أحد هؤلاء الأشخاص الطبيب والعالم والخرائطي والكوسموغرافي هاينريتش شودر. في عام 1492 ذهبت إلى البندقية، إذ كان علي أن أجمع بعض المعلومات عن خرائط الطرقات التجارية الأخيرة إلى الهند لأخذها إلى مجلس مدينة الأم نورمبرغ. كان علي أن أدفع أيضا بعض الفواتير. غالبا ما كنت أذهب في مهمات خطيرة كمبعوث وجاسوس، ولكن نادرا ما كنت أفقد هدوئي. كنت أدعي بكل بساطة أنني أسافر، لكنني كنت أيضا مهتما باكتشافات العالم. أردت أن أعرف ما هي الأخبار في ريالتو. كانت البندقية محور التجارة العالمية، وكان ريالتو في القرون الوسطى أشبه بشارع وول ستريت اليوم. كان الصرافون يضعون قطعة قماش على الطاولة دلالة على أنهم يملكون رخصة للقيام بعمليات تبادل العملة. فلقد سبق أن أقسموا بأنهم لن يسرقوا ولن يزوروا ولن يلجأوا إلى الاحتيال. عندما بدأ نظام المصارف الحديث كان مجرد طاولة أو مقعد بسيط. كانت مقاييس الذهب أهم أداة بالنسبة إلى الصرافين والمصرفيين، وكانت تستعمل للتأكد من درجة نقاء القطع النقدية، فكان عليهم أن يخرجوا القطع النقدية المزيفة أو الرديئة من التداول. كانت صفقات قيمتها الملايين تتم في ريالتو، لكن لم يكن يتم صرف النقد أبداً. فكل من يريد أن يدفع مبلغاً ما كان يطلب من المصرفي أن يحوله إلى حسابه ثم ينقله إلى حساب المستلم، فكان المال يدور بين الناس كما في حلقة مقفلة. وهكذا ولدت عملية تحويل الدين، وأدت إلى تأسيس أول مصرف تحويل هو بانكو ديل جيرو في البندقية عام 1619. حلت هذه الطريقة الجديدة محل عمليات التحويل، وخلقت فكرة إيداع المال في المصرف،
والتي تعتبر اليوم أساس التداول بالمال الرقمي في العالم. ما زال الكثير من الشروط المالية الإيطالية التي ابتكرت في القرون الوسطى يستعمل حتى اليوم في أوروبا. كان فرانشيسكو ماركو دي داتيني المعروف بفرانشيسكو الثري والذي توفي في براتو عام 1410 واحدا من رواد الصيرفة والتجارة، وكان واحدا من رأسمالي أوروبا الأوائل. كان كازا داتيني واحدا من أجمل قصور البندقية وأفخمها، وهو يضم منزلا ومخزنا ومكتبا ومصرفا. ما زال 1500 وثيقة محفوظة حتى اليوم، وكانت ممتلكات داتيني تحتوي على كل ما أحدث ثورة في التجارة والصيرفة في القرن الرابع عشر، كالحوالات وبوالص التأمين وتقارير البورصة وبيانات الميزانية. لم يعد داتيني واحدا من هؤلاء التجار المسافرين الذين ينقلون شخصيا بضائعهم حول العالم، عليه أن يتمتع الآن بالخفة والجرأة العقلية. فمزج بين الدور المصرفي والممول والتاجر العالمي ومصنع أفضل الأقمشة الصوفية. كتب داتيني في أحد دفاتر حساباته: بسم الله وبهدف الربح ولخلاص روحي وجسدي آمين. وكان الربح في هذا العالم وفي العالم الآخر. كان داتيني وحده شركة عالمية قبل أن يتم اختراع العبارة. يمكننا أن نقول أن داتيني كان في أوج سلطته، يتحكم ب16 عملية تجارية، ولم يكن هو المستثمر الأكبر فحسب، أي الذي يساهم في أكبر قسم من الرأسمال مع شركاء يتمتعون بقدرة مهنية عالية، لكنهم يفتقرون إلى المال، بل كان المدير أيضا، وكان يتحكم بالنظام كله، إذ كان يطالب في نهاية كل عام كل مصلحة أن تسلم دفاتر حساباتها وتعيد إلى براتو كل الرسائل التي وصلتها. وهناك كان يراجع دفاتر الحسابات كلها ويعيد قراءة كل الرسائل، ويقوم بكم هائل من الأعمال يثير الإعجاب. لا بد من أن هذا العمل كان متطلبا جدا. إضافة إلى ذلك، كان داتيني أحد رواد مسك الدفاتر المزدوجة المدخل، وأصبحت طريقته طريقة الحسابات المعيارية للأعمال التجارية حول العالم، ويمكن أن نجدها في كشف حسابات أي مصرف. كتب داتيني في أحد طرفي الكتاب مستدانة، أي حساب المدين، وفي الطرف المقابل كتب حساب الدائن، فكان يعرف موقفه انطلاقا من حسابي الدائن والمدين. أما الابتكار العظيم الآخر فهو الحوالات لتحويل المال على الصعيد العالمي، وهي التي أدت إلى الشيكات اليوم. ساعدت هذه الحوالات في خفض أسعار تحويل الأموال وحماية المال من السرقة. كان توقيع فرانشيسكو الثري على قطعة بسيطة من الورق فعالا بقدر قطع النقد الملكية في كل أنحاء أوروبا، فكان داتيني يدفع بكل بساطة بواسطة سمعته. يظهر لنا أحد الشيكات الموجودة هنا أن شكل الشيكات كان في جوهره شبيها بالشيكات الحديثة، مع بعض الفروقات الصغيرة مثل الملاحظات الدينية: بسم الله في 26 من تموز عام 1400 نمنح باسمنا شيكو دي دومينيكو مبلغ 20 فلورنزا من حسابنا، ثم يكتب على الطرف المبلغ بالأرقام كما يظهر توقيع دومينيكو بياسيتي وشركاه، ويكتب أن المبلغ دفع في التاريخ المحدد، وعلى ظهر الشيك يتم تظهيره. لكن أمرا واحدا ما زال يفرق رأسمالي القرون الوسطى عن رأسمالي اليوم، فكان كل من طالب بالفائدة يعيش في خوف من الجحيم. يا إخوتي، هل تعرفون الخطيئة التي لا ترتاح أبدا والتي ترتكب من دون تأجيل؟ ألا تعرفونها؟ إنها الربا.
إن المال الذي يكسب من الربا المفروض على المبالغ ليس ثمرة الكدح، إنه يولد المال دائما من المال بطريقة غير عادلة وشائنة وحقيرة. إنه العمل الذي يتم في أثناء النوم، والفائدة هي التي تحقق هذه المعجزة الشيطانية. يا إخوتي الأعزاء، إن إقراض المال مع الفائدة هو موت الروح. أعيد رسم خطاكم، اذهبوا وعودوا باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. كان ديداتيني يخشى أيضا نار جهنم، إلا أنه لما كان رجل أعمال كان يطلب دفع الفائدة، لذلك حاول أن يكسب الجنة من جديد، فوهب 12 شمعدانا من الفضة لعذراء لامادونا، وتعهد بتقديم العون والمال إلى إحدى جمعيات الفقراء، ثم إنه ما زال يدعى اليوم تاجر الفقراء. وفي أثناء احتضاره أعفى كل مدينيه من الديون وترك أعماله لموظفيه. وكما كتب داتيني، عندما أصبحت على شفير الموت أرحت ضميري أمام الله. لكن خلفاء داتيني هم الذين تعلموا فرض دفع الفائدة من دون تردد وكسب المال من دون جهد. عيد القديسة مارتا. كان مشهد حاملي الجثامين مألوفا في البندقية، لكن أمرا ما فاجأني ودفعني إلى التوقف. كانت الجثامين تجمع في كل المنازل، لقد وصل الموت الأسود وأقفلت كل المنازل وانتشر الطاعون من جديد. كنت قد درست الطب في بادوا، لكن لم يسبق لي أن رأيت ضحايا الطاعون. سمعت عن المرض أشياء مروعة، كان أشبه بكابوس. ضربت الموجة الأولى من داء الطاعون البندقي عام 1348. لقد قضى الطاعون على ثلث السكان. لم يرحم الموت الأسود أي عائلة، أغنية كانت أم فقيرة. إن المنحوتة القائمة خارج مدرسة سان جيوفاني الإنجيلية تذكر بضحايا الطاعون الأوائل في أوروبا. وكانت تعرض لائحات بأسماء الموتى حتى منع ذلك، لقد أصبح عددهم كبيرا. لكن الأمر حصل، مات الواحد تلو الآخر ومات الجميع، وانتشرت رائحة نتنة لدرجة أن المجلس منع دفن المزيد من الجثث داخل المدينة. كانت السلطات الصحية قد وضعت صناديق بريد من أجل تبليغات من مجهولين، إذ كان لابد من التبليغ عن ضحايا الطاعون، ومن لا يقوم بذلك يعاقب بالموت. في بداية عام 1423 أخذ كل المصابين بالطاعون إلى جزيرة لاحتواء المرض، وكان لازاريتو فيكيو أول مشفى لمرضى الطاعون في أوروبا. كل من ظهرت لديه عوارض الطاعون في المدينة كان يترك هنا من دون أي مراسم. أعتقد أن كل من أدخل بالقوة خلف بوابة هذه الجزيرة المغمورة بالدموع كان غالبا ما يفكر في كلام دانتي،
أيها الذين تدخلون إلى هنا تخلوا عن كل أمل. وبالفعل كل من جاء إلى هنا كان مصيره الموت، حتى لو أن قليلين شفوا من الطاعون. انتشر الطاعون كألسنة اللهب، كان بعضهم يبصق الدم وبعضهم الآخر يصاب بالحمى وبالدوار، وكانت البقع السوداء تظهر أولا على البشرة ثم تليها أورام متقيحة. قليلون هم الأطباء الذين حافظوا على قسم أبقراط وكانوا مستعدين للمساعدة، غير أن الكثيرين هربوا من الطاعون. كنت قد أشبعت محرمتي بماء الورد إذ يقال إنه يحمي من نفس المريض الملوث. كان أطباء الطاعون ينظفون أورام الفقراء بأقمشة مشبعة بالخل ثم يشقونها لتنز. لكن كل من أصيب بالطاعون مصيره الموت، ثم إن نفسا واحدا يكفي لالتقاط العدوى. وأنا أيضا لقد تملكني الخوف. يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن تظهر إشارات الموت. كان لازاريت نوفو على جزيرة قائمة في اللاغون مشفى آخر، وهو الأول من نوعه في أوروبا. ما زالت جدران المحجر الصحي في البندقية العالية موجودة، وحتى القرن التاسع عشر بقي المسافرون الذين يصلون إلى البندقية يحجزون خلفها. ساد الاعتقاد في القرون الوسطى بأن المياه الآسنة والهواء الفاسد يسببان الطاعون، لكن سكان البندقية تعلموا من خبرتهم الشخصية بأنه لابد من أن يكون للأمر علاقة بالشحن. في عام 1468 أقر مجلس شيوخ البندقية قانونا يجبر كل سفينة وملاح وقبطان، لا بل كل مسافر يصل إلى البندقية من مدينة مصابة بالطاعون، أن يوضع تحت المراقبة 40 يوما. كانت هذه بداية الحجر الصحي أو الكارنتينا الذي اشتق من الكلمة الإيطالية كارنتا. يمكننا أن نتخيل أن هنا في لازاريتو نوفو كان يوجد الكثير من الملاحين والأجانب والمسافرين الذين تجمعوا ولعبوا القمار وشعروا بالضجر، وسرعان ما أصبح ضروريا تعيين سلطة صغيرة. كانت الجزيرة محاطة ببضع سفن مليئة بالسلع ولفافات القماش الكبيرة، وما كانت السفن تشحنه كان يخزن هنا 40 يوما. كما أخضع الأشخاص لفحص طبي، من كان يجتازه بنتائج مرضية سمح له بدخول البندقية. لم يكن سكان البندقية مخطئين، فكان الطاعون يصل حقا على متن البواخر، وكان المحجر الصحي أمرا ضروريا. لكن في تلك الحقبة كان الجميع يجهلون أمرا واحدا، وهو أن الأوبئة جاءت مع الجرذان الموجود على متن البواخر، فكانت هذه الأخيرة تنقل الطاعون إلى الناس. لم يتم إثبات وجود الجرثومة إلا عام 1894، وفي النهاية تمت معالجة الطاعون بواسطة المضادات الحيوية. في فترة معينة من القرون الوسطى انتشر الطاعون من مرافق إيطاليا وكاد يقضي على سكان مناطق كاملة في أوروبا. لقد اكتفيت من البؤس، كان الخطر كبيرا جدا وكنت قد أتممت مهمتي منذ زمن. لقد حان الوقت وانتظرنا الخرائط في نورنبرغ. انتشر الطاعون في كل أنحاء البندقية، وكان بعض السكان قد رحلوا في الوقت المناسب، فكل من يغادر المدينة الآن سيحكم عليه بالأعدام. لكن كان علي أن أخاطر. كنت عالقا، وكان وضعي ميؤوسا منه. عرضت على مسير الجندول مبلغا كبيرا من المال، لكنه لم يكن كافيا للمخاطرة إلى هذا الحد، فأعطيته كل ما أملكه وهربت عند شروق الشمس. سافرت وحيدا وبقيت بعيدا عن الطرقات العامة والمدن،
فإن عرف أحد أنني قادم من البندقية التي انتشرت فيها الطاعون ستصبح حياتي في خطر. عند معبر آلبرغ تنفست الصعداء للمرة الأولى. فكرت في كلام بيتراكس. ارتقى الرجال مرتفعات الجبال، فعلى قممها نهاية كل الأشياء ونهاية طريقنا. تملكني الخوف. هل كانت هذه إشارات الطاعون؟ لا توجد أي بقع سوداء، بل مجرد تقرح. الحمد لله. ولكنني لم أكن قد بلغت وجهتي بعد. كانت فرايبورغ تقع على طريقي إلى نورنبرغ. إن أراد أحد أن يعرف كيف تبدو مدينة ما، عليه أن يتسلق أعلى أبراجها. وجدت على ارتفاع شاهق أجمل برج في الممالك المسيحية. إنه مصنوع بشكل كامل من الأحجار، ولكنه مخرم بزخرفة دقيقة مثل تخريم البندقية. قال الشاعر: أصبحت الغابة نظيفة والحقل جاهزا. إن الأراضي التي تقوم عليها المدينة حاليا كانت في الماضي أراضي زراعية. افترض لمدة طويلة أنه لم يتم التخطيط لبناء مدن القرون الوسطى العشوائية ذات الشوارع الواسعة، وأنها كبرت بشكل متناسق. هذا ما ظنه أولا كلاوس هومبرت عن شوارع مدينة فرايبورغ التي تعود إلى القرون الوسطى وبواباتها، إلى أن لاحظ أن الكثير من أزقة المدن تتبع الأقواس نفسها. فلنأخذ مثلا شارع هارينغاسا المعروفة بديكروما غاسا، والذي يشق طريقه عبر المدينة على شكل خط متعرج. فهل تم التخطيط لشقه على هذا النحو أم كان ذلك مجرد صدفة؟ في هذا المنعطف من شارع بيرثولد سرايس وقعنا على المفاجأة الحقيقية. إنه المكان الأول حيث يمكن كشف البنى التحتية. يوجد منعطفان هنا على شكل متعرج غريب، أما شعاع كل واحد منهما فيبلغ 600 قدم. بالصدفة أو بالاعتماد على الحدس وضعت رسما. لقد رسمت مثلثين مع أضلع تساوي 600 × 600 × 600، ثم رسمت فوقها دائرة مع قياس المركز هنا تماما، ثم وسعت الدائرة حتى هنا، وبعد ذلك رسمت الدائرة المقابلة، فحصلت على هذا الشكل المتعرج الجميل. وفي النهاية وضعت هذا الرسم على خريطة للمدينة. ما فاجأني هو أن هذا المنعطف من هنا إلى هنا يشبه شكل المدينة كليا. تأسست مدينة فرايبورغ عام 1120 ولم يتم إيجاد أي خرائط لها. يظن هومبرت أن مخططي المدن في القرون الوسطى كانوا يلجؤون إلى السرية بسبب المنافسة الكبيرة بينهم، إلا أنه تمكن من فك رموز نظام التخطيط المدني. لقد صممت مدينة فرايبورغ على محور ممتد من القصر القائم على التلة إلى بوابة سانت مارتن. لقد حددت أسس المدينة على شكل دائرة على هذا المحور. هذا هو أساس شبكة قائمة على السهل الممتد في المنطقة. تشكل البوابات دليلا على أن فرايبورغ هي مدينة مصممة، فكلها قائمة على شبكة، وتبعد كل واحدة عن الأخرى 1600 قدم. لا يمكن أن يكون هذا الأمر صدفة. ثم إن جدران المدينة تتبع الأقواس نفسها مع الشعاع عينه، لكنها لا تتبع النهر إلا في الجنوب. لقد عمل منظمو المدن ليس في فرايبورغ فحسب، بل في العديد من المدن الأخرى،
فكانوا يحبون التصميم الدائري، كما أنهم صمموا خرائط هندسية معقدة. والجدير ذكره أن كثيرا من شوارع فرايبرغ يتميز بالتصميم المتعرج. غالبا ما يسأل الناس: لماذا يبذل المرء جهدا كبيرا إلى هذا الحد في علم الهندسة في أثناء بناء مدينة ما، علما أننا لن نتمكن من رؤية الهندسة في وقت لاحق؟ إن التصميم الهندسي مخبأ في مظهر المدينة الناعم وغير المنظم. إن جواب الوحيد هو أننا نعرف من الأبحاث أن القرون الوسطى والعالم القديم كله وجدوا القياسات والأرقام المذهلة. فالقياسات والأرقام هي ضمانة فعلية بأن المرء يبني شيئا يثير إعجاب الله. تم تأسيس مئات المدن الشبيهة بفرايبرغ في ألمانيا وحدها بين القرنين 12 و14. لقد بدأت عملية تمدن المناطق الريفية في كل أنحاء أوروبا، وتضاعف عدد السكان إلى ما يزيد على 70 مليون نسمة في عام 1340. يسمي علماء التاريخ هذه المرحلة الثورة المدنية. توقفت لأرتاح قليلا على طريق من فرايبرغ إلى نورنبرغ، لابد من أنني غفوت قليلا، وإذ بتفاحة تسقط وتوقظني. إنها مستديرة تماما كأرضنا، لابد من أن الملائكة يرونها بهذه الطريقة. بالتأكيد ليست الأرض مسطحة كما ما زال الكثيرون يعتقدون. وجدت في كاتدرائية هاريفورد في إنجلترا أقدم وأوسع خريطة للعالم تعود إلى القرون الوسطى. لقد رسمت خريطة العالم هذه على الرق عام 1290، وتظهر السيد المسيح متوجا فوق العالم حاكما على العالم. لابد من أن هذه الخريطة كانت معلقة سابقا فوق المذبح. كانت خريطة هاريفورد تنتمي إلى تقليد صنع الخرائط في القرون الوسطى، حيث لا تكتسب الجغرافيا أهمية أولية. إنها خريطة تضم شكلي صليب ودائرة، فشكل الصليب يمثل البحر المتوسط، في حين أن الدائرة هي العالم المسكون الذي نراه. هذا الصليب يقسم الدائرة إلى أوروبا وأفريقيا وأسيا في الجزء العلوي من الخريطة. إن هذا الأمر يقوم على اقتسام جغرافي قاس، إلا أنه تم تحديد مساحة الأرض والخطوط الساحلية لتتسع للكتابة والصور، وكما ذكرت لم تكن أهمية الجغرافيا أولية. غير أن خطوط الساحل غير واضحة ومجاري الأنهر تقريبية، لكن المدن مصورة وفقا لمعناها في الكتاب المقدس، وتعتبر مدينة القدس حيث عاش السيد المسيح وتعذب أكبر مدينة، لا بل تعتبر مركز العالم كله. وأظهرت الخريطة في إفريقيا الحيوانات التي يعرفها الأوروبيون كالأسود والنمور، وأظهرت السكان المدهشين الذين يعيشون هناك. كانت الخرائط التي تستخدم لأهداف إدارية أو بهدف السفر تتميز بمظهر مختلف عن خريطة هاريفورد، لأنها تتميز بأهداف جغرافية ودينية. كانت الخرائط الجغرافية مختلفة جدا، كذلك فإن الأوقات التي وضعت فيها هذه الخرائط مثل خرائط البحار والمرافق كانت مختلفة عن خرائط الخطوط الساحلية التي نعرفها اليوم، وأطلس كاتالان هو مثال جيد على ذلك. صنع أبراهام كريسك أطلس كاتالان عام 1375 للتجار والبحارة، فهم كانوا بحاجة إلى خرائط بحرية دقيقة، وتعتبر خريطة بورتولان دقيقة جدا من الناحية الجغرافية. شهد العالم ابتكارات كثيرة، فحددت شبكة متطورة من الطرقات مسار الملاحين في البحار. كانت الخريطة موجهة نحو الشمال، وكان البركار قد دخل قيد الاستعمال وظهر للمرة الأولى في أطلس كاتالان.
كانت مدينة نورنبرغ مركزاً لطبع الخرائط وصنع الآلات للقياسات الجغرافية، وفيها نشر هارتمان شيدل أول كتاب له واسمه تاريخ العالم عام 1492. كنت قد انطلقت في رحلتي منذ مدة طويلة، ما يقارب 7 أشهر، فكان من الجيد أن تطأ قدمي أرضا مألوفة أو أن أترك الخطر والمحن خلفي. أولا كان علي أن أذهب إلى مجلس مدينة نورنبرغ، فكان علي أن أتم مهمتي. قادني أحد أعضاء المجلس إلى غرفة الخرائط في قاعة المدينة. كنت قد اطلعت على مجموعة الخرائط التي يمكن التجار استخدامها في أثناء رحلاتهم. كنت فخورا إذ تمكنت من إضافة خريطة أخرى إلى المجموعة. أقر عضو المجلس أنني جئت في الوقت المناسب، إذ يتم طبع خريطة العالم في نورنبرغ. كنت قد سمعت عن مشروع مارتن بيهام. لم أستطع أن أصدق ما رأيته. كان قد بنى كرة أرضية. بالطبع كان الناس يعرفون أن الأرض مستديرة منذ أيام فيثاغورس، لكنني لم أرها هكذا من قبل. لقد صنعت هذه الكرة الأرضية التي سميت تفاحة بيهايم بتفويض من مدينة نورنبرغ عام 1492، وهي أقدم كرة أرضية في العالم. لقد حددت على شواطئ إفريقيا الغربية كل الاكتشافات البرتغالية، كابو بلانكو، كابو فيردي، وكابوليتو. لقد بلغت السفن البرتغالية هذا الحد. كان الهدف اكتشاف طريق بحري إلى الهند للمتاجرة بالذهب والعاج كما كتب على الخريطة. دعا بهايم الكرة الأرضية الأرض التفاحة، ومن المثير للاهتمام هو أن المنزل الذي ولد وترعرع فيه كان يحفظ شارة الإمبراطورية لعرضها في أثناء العرض السنوي للتذكارات. ثم ظهر أن التفاحات أو الكرات الإمبراطورية ترمز إلى سلطة الصليب في العالم، فكلمتا تفاحة وعالم كانتا متوازيتين، وكان بهايم ليتقبل بالطبع هذا التوازي الديني. اليوم يمكننا أن نعتبر هذه الكرة الأرضية نقطة تحول في نظرتنا إلى العالم. من خلال الكرة الأرضية التي صنعها بهايم وتلك التي تلت، تركزت نظرتنا إلى العالم على الأمور المادية. أما اليوم فأصبحت الكرة الأرضية مجرد أداة جغرافية. كلفت بمهمة جديدة وملحة. كان بيهايم قد قصد البرتغال من جديد، إذ كان عليه أن يصنع المزيد من الكرات الأرضية للبرتغاليين استنادا إلى نموذج نورنبرغ، فكان علي أن أوصل إليه وثائق خاصة بالخرائط وسرية جدا إلى ساغريش. حذرني عضو المجلس من الأمر قائلا إنه لن يكون خاليا كليا من المخاطر، لكن هذا الأمر لم يقلقني قط، ولم ألاحظ إلا في وقت لاحق أنني ملاحق، فكان أحدهم يرغب في الحصول على الخرائط السرية. سلكت أولا الطريق البرية عبر شارتري. يمكن رؤية سطح الكاتدرائية وأبراجها العالية من مسافة بعيدة. أردت أن أتمهل قليلا لأدرس هندستها المعمارية. وفي المساء حجزت غرفة، لكن هل كانت آمنة؟ كانت الخرائط التي يجب أن أسلمها لبيهام تسبب لي بعض القلق. في صباح اليوم التالي انطلقت باتجاه كاتدرائية السيدة في شارتري. يقال إن رؤيتها أشبه برؤية جدران أورشليم مدينة الجنة.
ما رأيته تخطى كل توقعاتي. كان البناء قريبا من السماء. بالفعل لقد بنى المهندسون المعماريون جبالا حقيقية شاهقة حتى الغيوم. كانت المدينة من الذهب الخالص وكأنها مبنية على الزجاج لتمجد الرب، أما النور المنبعث منها فكان أشبه بشعاع الأحجار الكريمة. بني فيها جدار عظيم وشاهق واثنتا عشرة بوابة. اتخذ بناء شارتر وصف مدينة أورشليم الجميلة في كتب الإلهام كنموذج. لم تكن المدينة بحاجة إلى الشمس ولا إلى القمر لإنارتها، لأن مجد الرب قد أضاءها. تعتبر كاتدرائية شارتر من أبرز الأعمال المعمارية على الطراز القوطي وحتى من أعظمها. حصلت على إذن بالتسلق حتى أعلى البرج. إن الحجر مستخدم في كل شيء، ثم إن النوافذ حلت محل الجدران الضخمة. إنها لتصاميم جريئة، كان البناؤون يتنافسون فيحاول كل منهم أن يتفوق. إن بناء كهذا يحتاج إلى معرفة عميقة في توازن القوى. كان شعار البنائين بناء أكبر وأعلى وأكثر إشعاعاً، لكن بغية تحقيق هذا الهدف كان عليهم أن يطوروا أسلوب البناء. في مرحلة معينة من القرون الوسطى تم التوصل إلى حل مثالي. دعوني أريكم كيف يعمل. كان الحل هو إراحة الحائط من وزن العقود من خلال استعمال القناطر النصفية التي يمكنكم رؤيتها هنا. تحمل هذه القناطر وزن العقود في نقاط محددة، محررة ارتفاع الحائط من وزن البنية الحجرية. وهذه الأقسام التي ترونها هنا مع النافذتين ومع الزهرة الموجودة فوقهما كانت تغطى بالزجاج الملون الذي يسمح للنور بالدخول ويعطي بعد ذلك صورة عن أورشليم السماوية. ما زالت الكاتدرائيات التي بنيت على الطراز القوطي معجزة بالنسبة إلى مهندسي اليوم. إن ثقل العقد والسقف بكامله قائم على أربعة أعمدة فقط. إنه لأمر مستحيل من الناحية الفعلية، فلا شك في أنها ستنهار. لكن القناطر النصفية تنقل القوة إلى الجوانب حيث تمتصها القناطر. إن هذا التصميم القائم على وحدات قياسية يدعم بعضها بعضا كان حلا ذكيا جدا للمشاكل البنيوية، إذ سمح بزيادة ارتفاع المباني وإنارتها أكثر مما هي عليه سابقا. لقد أعطى رئيس الدير سوجي أوف سان دانيس بنائيه التعليمات التالية: على الكنيسة كلها أن تكون منارة بواسطة النور الجميل الذي يدخل من النوافذ الملونة. وهكذا كتب: أنا نور العالم، ومن يتبعني لن يسير في الظلام بل يعرف الحياة الأبدية. هذه كاتدرائية بورج في فرنسا. هنا في الطبقة الأولى كشفت أسرار البنائين. كيف تمكنوا من بناء نوافذ مزخرفة من دون استعمال الميلات أو الثغورات، في حين أن كل شيء كان لابد من أن يتسع في مكانه بشكل ملائم؟ يظهر مفتاح هذا اللغز في رسمة غير واضحة محفورة في الأرض وتعود إلى عام 1300. كان كبار العمال في مشاغل البناء هم المهندسين المعماريين في الوقت نفسه. عندما بدأت أعمال البناء لم تكن لديهم إلا فكرة أولية عن تصميم الكاتدرائية، ولم تتخذ رؤيتهم شكلا إلا مع تقدم العمل، والنوافذ الكبيرة هي مثال على ذلك.
يجري علماء التاريخ المعماريون حاليا أبحاثا ليروا كيف تطورت الكاتدرائيات انطلاقا من فكرة المهندسين المعماريين الأولية. إن لوحة النافذة المنقوشة هذه والمحفوظة في برج تظهر كيف تم تحديد قياساتها. لقد عمد جون إيف ريبو إلى قياس كل عمود من أعمدة النوافذ وزخرفاتها ثم قارنها باللوحة. يعتبر علماء التاريخ المعماريون مهندسي الكاتدرائية عباقرة، إذ قاموا ببناء ناطحات سحاب القرون الوسطى من دون مساعدة صيغ الهندسة الحديثة. لقد تعلموا من الخبرة في أثناء بنائها مستعملين أبسط الأدوات. يمكنكم أن تروا أن القياسات الموجودة على الأرض تساوي قياسات النافذة. كان بناؤو القرون الوسطى يجهلون نماذج المقاييس، فكانوا يستعملون مقياسا من واحد إلى واحد بالحجم الحقيقي. نتوصل بهذه الطريقة إلى صورة كاملة عن النافذة ومكوناتها المختلفة، ويمكن استعمال هذه الأخيرة لصنع القوالب الخشبية التي يحتاج إليها البناؤون لقطع الحجارة التي تشكل هذه النافذة. كان بناء الكاتدرائيات أكثر أشكال البناء تقدما في القرون الوسطى، إذ وضعت كتيبات كثيرة حوله، مثل كتيب فيلاردو دنكوريز الذي يعود إلى عام 1320. يجد المرء في هذا الكتيب نصائح كثيرة حول مهارات البناء والرسم وفقا لقواعد علم الهندسة. إن أردت أن تبني برجا جيدا كالبرج القائم في لاون، عليك أن تستخدم القناطر. كان كتيب فيلارد يحتوي على أمثلة من التآلف المثالي بين التكنولوجيا وفن البناء. وبفضل الهندسة على الطراز القوطي وجدت أوروبا لغة مشتركة بين الحجر والزجاج. تظهر إحدى أقدم لوحات البناء في العالم الواجهة الغربية من كاتدرائية كولون، لقد انتهى العمل فيها عام 1300، أي بعد 15 سنة من بدء أعمال البناء. يصعب على من سيأتي بعدنا أن يتابع البناء إن كان التصميم موجودا في عقل البنائين. يبلغ علو اللوحة 4 أمتار، وهي تصور ما صممه المهندس المعماري جيرار في رأسه فقط. لم ينتهي بناء الكنيسة وفقا لهذا التصميم إلا في عام 1880. قليلة هي المدن الكبيرة التي لم تكن تضم كاتدرائية على الطراز القوطي، ففي فرنسا وحدها بنيت 80 كاتدرائية و500 كنيسة كبيرة خلال القرون الوسطى. سافر البناؤون وفرقهم من موقع بناء إلى آخر مؤمنين بذلك انتشار التكنولوجيا والابتكارات. لقد أطلق هذا الأمر عجلة تطور شبيه بالثورة الصناعية، إذ كانت الكاتدرائيات رمز العهد الجديد. لقد أصبح كل هذا ممكنا بفضل التحسينات في أساليب التواصل والتجارة واختلاف البضائع المتوافرة، وبكون كل شخص يعمل على إنتاج فائض أكبر من السابق. لكن أسعار بناء الكاتدرائيات والكنائس الكبيرة الأخرى والاستثمارات الضخمة التي مثلتها واليد العاملة الضخمة التي كانت بحاجة إليها وتطور التقنيات والأدوات التي كان العمال يحملونها معهم كانت أيضا ضرورية لنمو تلك الحضارة، وجعلت قيام حضارة متحدة ومتماسكة بشكل كبير في القرون الوسطى في أوروبا أمرا ممكنا للغاية. في كاتدرائية شارتر سلكت الطريق المؤدي إلى القدس، الطريق المتاهي نحو الجنة. إن هذه الجنة لرمز رائع، كما كتب القديس يوحنا الإلهي في كتابه الإلهام: أنا البداية والنهاية، أنا الأول والآخر.
إننا ندع الإيمان يقودنا على هذا الدرب. لكن في الأمور الأخرى على المرء أن يعتمد على المعرفة والخبرة كبنائي الكاتدرائيات. حان الوقت لأرحل عن شارتر. عندما عدت إلى غرفتي كانت صدمة مروعة في انتظاري. خربت الغرفة كليا. ماذا عن خرائط بيهايم؟ الحمد لله أنها ما زالت حيث خبأتها، لكن كان علي أن أبقى حذرا، فكان الخطر يحدق بي. تمكنت من التخلص من ملاحقي وهربت من المدينة في الليلة نفسها. سلكت الطريق الأسرع إلى بروج لأركب في باخرة إلى لشبونة. وكالعادة تسلقت أعلى برج لألقي نظرة على المدينة كلها. تسنى لي بعض الوقت قبل انطلاق الباخرة، فاستغللته باستكشاف البندقية من الشمال. كانت بروج واحدة من أعظم مدن القرون الوسطى الكبرى، فكان لابد من أن يحظى كل من يتعامل بالمال والسلع بتمثيل في بروج، فلقد أقام أكثر من 30 أمة تجارية فروعا لها هناك. وفي كل صباح كانت تباع الكميالات إلى من يعرض السعر الأعلى أمام منزل التاجر فاندر بورس، ومن اسمه اشتقت كلمة بورصة التي نستعملها اليوم. وكان أول سوق بورصة في العالم قائما في بروج. لقد شكل التجار جمهورية أوروبية خاصة بهم ووضعوا قوانين تفوق كل الحدود. استغرقت رحلتي من بروج إلى لشبونة أسبوعا، لم أكن متأكدا ما إذا كنت ملاحقا أم لا، لكن شيئا لم يحدث وكانت رحلتي هادئة. في ربيع عام 1493 بلغت شواطئ ساغرش. وأخيرا تمكنت من تسليم مارتن بيهايم خرائط المحيطات. كان يحظى بثقة الملك، إذ صنع نموذجا آخر عن الأرض التفاحة للبرتغاليين. أخبرته كم أثارت الكرة الأرضية التي صنعها في نورنبرغ إعجابي، فأطلعني على أنه ينوي القيام بالمزيد من الرحلات برفقة ملاحين ذوي خبرة عالية حول أفريقيا إلى المحيط الهندي. بدأ عهد المستكشفين، وحيث تظهر الكرة الأرضية اليوم أمريكا، كانت كرة بيهايم الأرضية التي تعود إلى عام 1492 لا تظهر إلا المحيطات التي لا نهاية لها. ولكن في هذا العام اكتشف كريستوفر كولومبوس العالم الجديد. كتب المؤرخ جايكوب بورخارت يقول: كان رجال القرون الوسطى يزخرون بالطاقة والرغبة الدائمتين، ليس في استكشاف العالم الخارجي فحسب، بل في استكشاف أنفسهم. طبعت هذه الروح أوروبا، فهل كانت القرون الوسطى داكنة؟ ليس تماما،
فالقرون الوسطى كانت فجر العصر الجديد. رأيت ما كان علي رؤيته، الآن أريد أن أستكشف المجهول. قال بيتراكس: ارتقى وجال الرجال في مرتفعات الجبال وفوق موجات البحر العظيمة وفي مجاري الأنهار الواسعة وعلى صفحة المحيطات ومع دوران النجوم، ولكنهم لم ينظروا إلى أنفسهم.